السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في أول حلقة من برنامج تفكيك. في برنامج تفكيك نقوم بتفكيك الأجهزة الإلكترونية من أجل معرفة كيف تعمل وكذلك إرضاء فضولنا المعرفي. في برنامج تفكيك أقوم بتفكيك مختلف الأجهزة الإلكترونية التي تقترحونها سواء عبر تعليقات في فيسبوك أو كذلك على أي حلقة من حلقات برنامج تفكيك. طبيعة الحال قد لا تكون لك الجرأة لأن تقوم بتفكيك جهاز تلفازك المنزلي أو هاتفك أو إلى غير ذلك من الأجهزة الإلكترونية، فقط أترك الأمر علي، سأقوم بتفكيك هذا الجهاز وأريك من ماذا يتكون. في الحلقة الأولى من برنامج تفكيك سنقوم بتفكيك جهاز الـ POS، وهو الجهاز الذي أنا على يقين أنه سبق لك ولاحظت تواجده في المحلات التجارية، حيث يمكنك من الشراء عبر بطاقتك المصرفية. ولكن مهلا، من ماذا يتكون هذا الجهاز وكذلك كيف يعمل؟ هذا ما سنتابعه في حلقة اليوم من برنامج تفكيك، ابقوا معي. على بركة الله، إذن هذا المكان توجد الطابعة، بطبيعة الحال الجهاز يتصل مع خط هاتفي أو عبر الانترنت، كذلك فهو يتم ربطه مع الحاسوب عن طريق هذا الكيبل أو عن طريق هذا المدخل، وهذا المدخل هو خاص بالطاقة الكهربائية. إذا نقوم بتفكيك الجهاز. طبيعة الحال الجهاز يتكون أو كما تشاهدون هنا بعض الأماكن إدخال بطاقة السيم. ما يجب أن تعرفوا أن هذه الأجهزة كذلك يمكن أن تعمل، أو بعض منها يمكن أن يعمل كذلك عن طريق GPRS أو يعمل بواسطة الصبيب الإنترنت الخلوي، فبالتالي يتم إضافة بطاقة سيم هنا كما تشاهدون، وهذه البطاقة سيم هي بطاقات خاصة بالإنترنت مثل الهاتف. كما تشاهدون فالجهاز من الجانب الأيمن يتوفر على قارئ، هذا القارئ هو قارئ شبيه بالقارئ الموجود في الكاسيت. لماذا؟ لأن هذا القارئ هو قارئ مغناطيسي أو ليكتور دو بوند مانيتيك، فبطبيعة الحال البطاقة المصرفية كما تجد لها يعني شريحة في الأمام، هناك كذلك يعني شريحة موجودة على طول البطاقة وهي باللون الأسود. هذه الشريحة هي شريحة مغناطيسية وبها مجموعة من المعلومات من بينها الكود البطاقة، فعندما يقوم الشخص بتمرير البطاقة أو عندما تقوم أو يقوم الموظف بتمرير البطاقة من الجهاز، فهو في الحقيقة هذا الجهاز أو هذا القارئ المغناطيسي يقوم بقراءة البيانات الموجودة في البطاقة انطلاقا من المادة الممغناطة الموجودة على البطاقة. للإشارة وبين مزدوجتين، فهذا القارئ أو هذه المادة الممغناطة يوجد بها الكود البطاقة، وهذا الأمر يشكل خطر على البطاقة. لهذا فهناك عديد من الشركات من بينها في المغرب كذلك يعني لا نعمل بالبوند مانيتيك، لا نعمل بهذه الشريحة الممغناطة لمشاكل ودواعي أمنية، نعمل فقط بالشريحة الحديدية الموجودة على البطاقة. إذن هناك قارئ ممغناط. داخل الجهاز نجد أن هناك منفذ التيار الكهربائي الذي ذكرت في أول الحلقة، هناك بطارية، هذه البطارية هي التي تسمح بذاكرة التخزين أن تخزن البيانات ولا تفقدها. بطبيعة الحال هذا الجهاز هو شبيه بالحاسوب، هو جهاز شبيه بالحاسوب، فهو كذلك يتوفر على الشريحة تخزن البيانات، ولكي تبقى هذه الشريحة تتذكر البيانات نقوم بإضافة بطارية كما تشاهدون على هذا الشكل. هناك كذلك شريحة RFID لأن هذا القارئ هو قارئ كذلك RFID، حيث قوارئ RFID ماذا يعني؟ أن هناك بعض البطاقات المصرفية التي تتوفر على تقنية RFID، حيث يكفي أن تقرب البطاقة من هذا الجهاز وتقوم بقراءة معلومات البطاقة. إذن هذا قارئ RFID
هو عبارة عن RFID model. طبعا هنا مدخل مدخل الانترنت، وهنا مدخل الحاسوب، او هنا يتم ربط الجهاز مع الحاسوب بهذا المدخل، ومن هذا المدخل يتم كذلك الاتصال بالانترنت. اذا سنقوم بفك هذه اللوحة. إذا كما تشاهدون الجهاز عندما نقلبه سنجد أن هناك جهاز صغير مركب هو على شكل علبة سوداء، هذا عبارة عن قرص صلب في الجهاز. سنقوم بتفكيكه الآن. كما تشاهدون هذا عبارة عن قرص صلب صغير، الجهاز هو بمثابة قرص صلب. طبعا هناك العديد من المدخلات او مكان ادخال الفيشات كما تشاهدون، فهنا هذه الفيشات كانت يعني موصلة مع الجهاز من هذه الناحية. اولا لدينا الفيشة الاولى باللون الابيض، هنا يتم ادخال هذا الكيبل، وهو الكيبل الخاص بقراءة او باللابوند مانيتيك او بقارئ الكروت الممغناطة. بالنسبة للموصل الآخر، هذا الموصل أو هذه الفيشة، هذه الفيشة هي خاصة بفيشة الطباعة، توجد أو يعني مدخلها هو هذا، هذا هو الموصل هنا توصل. وكذلك لدينا الفيشة الثانية وهي الخاصة بالكيبورد، بالكيبورد الجهاز توصل هنا. واما عفوا بالشاشه وليس الكيبورد، هذه خاصه بالشاشه وهذه خاصه بالكيبورد. اذا الان سنقوم كذلك بتفكيك ما بقي من الجهاز لكي نتعرف على ماذا يوجد بداخله. إذا كما تشاهدون فالجهاز كذلك كما قلت، فهذا عبارة عن الكيبورد، كيبورد الجهاز، الكيبورد. الآن بالنسبة لهذا الجهاز الصغير المربوط هنا كما تشاهدون، فهو عبارة عن قارئ البطاقة كذلك، هو قارئ الشريحة يعني البطاقة على هذا الشكل، فهو قارئ الشريحة كما تشاهدون. هذا هو قارئ البطاقات الممغنطة، أو هذا هو شكله. هذه هي الشاشة، وهذا يعني الطابعة، هذا هو ميكانيزم الطابعة والتي تقوم بطبع الفواتير أو العمليات. هذا هو شكلها. هناك
محرك صغير موجود هنا كما تشاهدون. هذا محرك صغير، وهذه طبيعة. طبعا هذه الطبيعة هي لا تطبع باستعمال المداد، ولكن هي تطبع باستعمال الحرارة. والورق الذي يطبع عليه هو ورق خاص، فهو يتفاعل مع الحرارة كما ستشاهدون. مثلا عندما سأقوم قيام بعملية احتكاك بسيطة مع الورق، ستجدون أنه أصبح لونه أسود كما تشاهدون. اللون أصبح أسود لأن عندما قمت بوضع أو بهذه العملية، عملية الاحتكاك، تولد يعني سخونة تجعل أن الورقة تطبع. فنفس الأمر هناك يعني نقول، قد نقول مقاومة صغيرة تقوم بتسخين أو يعني تكون ساخنة تعمل على الطباعة. قد يكون ليزر، قد تكون مقاومة، يعني هو أصلا سيكون غالبا قد يكون ليزر، يعني يتم الطباعة عبر الليزر. إذن هكذا كما تشاهدون أمامكم قمنا بتفكيك الجهاز وتعرفنا على بعض قطعه، وأتمنى من صميم القلب أن تكون قد تعرفتم أكثر على ماذا يتكون جهاز قارئ كروت البطاقات الائتمانية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج تفكيك. أتمنى من صميم القلب أن يكون قد أعجبتكم الفكرة، لهذا لا تبخل بالنقر على زر لايك، وكذلك تقديم آرائكم واقتراحاتكم في تعليقات. إذا كان لديكم أي جهاز تودون تفكيكه أمام كاميرا برنامج تفكيك، فلا تبخلوا عليه بكتابة اسمه. أكبر تعليق يحصد على أكبر عدد من اللايكات، فهو التعليق الذي سيتم أخذه بعين الاعتبار وعمل للجهاز تفكيك في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الحين لا تبخلوا عليه بالنقر على زر سبسكرايب للانضمام إلى القناة، زيارة صفحتنا على فيسبوك، وكذلك مدونتنا على الانترنت. إلى اللقاء.